كلنا بنعرف انه الابتسامه الجميله والطبيعيه هي مطلب لكل الناس، واكيد اليوم في عنا علاجات عديده ومتنوعه بطب الاسنان بتناسب كل الناس، ولكن بهم كثير نحن نعرف شو اللي بناسبنا اكيد قبل ما نستشير اي شخص يا رشا، ونعرف من الدكتور نحن شو اللي بناسب اليوم الابتسامه. اكيد يا هادي، ومثل ما قلتي هاي الابتسامه الجميله اليوم بحاجه لخلينا نقول مراحل من العمل، بحاجة لأدوات طبية لنقدر نحن نصل للنتيجة اللي بترضينا تجميليا وطبيا، وبترضي الطبيب من ناحية الشكل. ودائما بيروح الطبيب والمريض للحفاظ على السن الطبيعي. اليوم شو هي مراحل العلاج؟ شو هي اهم الادوات؟ معلومات جدا مهمه حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، هو الدكتور عزيز جورجوس ابو حامضه، اخصائي في طب الفم والاسنان وجراحتها. دكتور صباح الخير. صباح الخير، صباح اوقاتكم. اهلا وسهلا دكتور. عم نحكي عن موضوع بهم كثير من الناس، لانه اليوم الابتسامه بتعطي ثقه كبيره للشخص، بتحسن يمكن من تفاصيل الوجه. اليوم بداية قبل ما نفوت بموضوع العلاجات وموضوع المشاكل اللي ممكن تصيب الأسنان، خبرنا كيف ممكن نحصل اليوم على ابتسامة جميلة. للحصول على ابتسامة جميلة بيتم التعاون بين الطبيب والمريض. الخطوة الأولى بتعتمد بالأساس على المريض ودرجة الاهتمام والعناية بالصحة الفموية ضمن المنزل. دور الطبيب بيبدأ لما بيجي المريض على العيادة. نعم. بفوت المريض، دخول المريض على العيادة، هون بتبلش دوري انا كطبيب، تشخيص الحاله، شرح الامور للمريض كلها. في نحن عندنا فينا البدايه بتبدا من العلاج الوقائي، الخطوات الوقائيه، اجراءات نحن بنطبقها ضمن العياده قبل ما يكون صار عندنا حاله، مثلا التهابات لثويه او نخور معممه او نخور تحتاج الخطوات العلاجيه الاكبر من الموضوع الوقائي. فينا نحن نشخص الحاله، بعدين تكون وصلت لمرحله تحتاج العلاجات اللي هي العلاجات بالمواد الترميميه، حشوات الضوئيه هي المتعارف عليها يعني، او ممكن مرحله ثانيه هي المعالجات اللبيه، بعدين الدرجه اللي بعد هي المعالجات بالتركيبات. هون نحن لهالدرجه هي نحن قادرين نحافظ على الاسنان الطبيعيه وتكون ما اضطر لقلع الاسنان، لوضع الزرعات، لوضع تركيبات متحركه، هون ضمن الاسنان الطبيعيه قادرين نعطي المريض ابتسامه. واليوم يمكن دكتور بقاء السن الطبيعي هو احد اساس نجاحات هيئه التركيبه، يمكن حتى الدكتور بيرتاح انه ما كثير يعني صار في فراغات عند المريض يعني، او استغنى عن السن الطبيعي. تمام، هون صرنا لمرحله حديثه بالطب، بالنسبه لطب الاسنان قادرين نحافظ على جذر السن او على السن بشكل كامل لاقصى درجه قبل ما نوصل لمرحله صار فيها عدم الرجوع، يعني بيوصل معنا احيانا السن لدرجه انه خلص هذا الحد للقلع. مهمتنا نحن كأطباء نمشي مع المريض خطوة لنوصل انه نحن نحافظ على السن، حتى اذا كان الجزر باستخدام قلوب واوتاد وتلبيسهم وتتويجهم قبل ما نوصل للمراحل الاخرى. وكثير منا يمكن بركز على لون الاسنان وبيحب انه تكون بيضاء اكثر. اليوم في عنا طرق علاجيه دكتور لتبييض الاسنان، ان كان من خلال الليزر او من كان تيوبات التبييض، خبرنا اكثر شو هو الصحيح اليوم اللي لازم نحن نختاره كل ما نأذي الأسنان أكثر. تمام، هلا نحن عنا نوعين من التبييض، تبييض ضمن العيادة وتبييض ضمن المنزل. تبييض العيادة بيتم تحت الإشراف الطبيب وبتكون المواد بتراكيزها عالية وبتستخدم باستخدام الليزر، وفي مواد عازله للسه ومواد تستخدم لتبييض الاسنان. نعم. بينما بيختلف التبييض المنزلي، نحن بنعمل للمريض قوالب، هاي القوالب من السيليكون بتكون شخصيه لهذا المريض بالتحديد، قادر يستخدمها بالمنزل وفق التعليمات اللي بنعطيها. يعني انا عندي بالعياده مثلا اشراف الحاله بتتم خلال ساعه جلسه، او احيانا يضطر المريض لجلستين بحال الاصفرار المعند. التبييض المنزلي بيعتاز وقت اطول، يعني بالجلسة بالبيت رح تكون مدتها ساعتين أو خلال 5 جلسات لـ7 جلسات، والتراكيز المستخدمة بتختلف عند المريض. وهون الحالة بتستخدم بالناحية التجميلية فقط، يعني بده يكون الأسنان بالأساس أسنان سليمة، ما فيها نخور، ما فيها يعني، مو أي مريض بيجي على العيادة إنه أنا بدي أعمل تبييض نحن لازم نعمله تبييض، لا، في خطوات قبل. طيب دكتور، خلينا نروح للفروقات ما بين الفينير، التاج الكامل أو حتى الزيركون، شو هي خصائص كل حالة فيهم؟ وهل اليوم طريقة التركيب تختلف عن الثانية؟ نحن بالنسبة للمريض لما بدنا نحكي بهاي الموضوع، نعم، المريض الأهم له يحصل على الابتسامة الهوليوودية المتعارف عليها، ابتسامة هوليود الثلجية أو الابتسامة ناصعة البياض.
بالنسبه للمريض رح يحصل على النتيجه بكل اللي حكينا هون. الاختلاف بيناتهم بيجي بدوري انا كطبيب. نعم. تشخيص الحاله، الاستطبابات، يعني نحن عندنا الفينير واللومينير هي عباره عن قشور او عدسات لاصقه بسماكات مختلفه، بنستخدمهم لما بتكون صفه الاسنان نظاميه وما فيها ما بدها تعديل كثير، لتعديل اللون مثلا. الفينير سماكته 0.5 ل 0.7 بنستخدمه لتعديل الالوان. اللومينير طبقة سماكته ارق وشفافي اكثر، بنستخدمه نحن بحال سن في كسر بسيط بدنا نعدل الشكل. بينما بنلجا للتيجان الكامله او الزيركون بحال مثلا اجراء علاجي، يعني نحن عندنا درس متهدم نصف الدرس او اكثر من نصف الدرس، هون بنلجا كعلاج بنحط الزيركون. ممكن نستخدم التيجان الكامل بحال الدعامات الجسور. طيب خلينا نروح من العلاجات التجميليه للعلاجات الضروريه. اليوم بتلاقي في حالات بالاسنان ان كان في تباعد بين الاسنان سن فوق سن او حتى كمان بفقدان الاسنان. خلينا قبل ما نحكي عن زراعه الاسنان نحكي عن التقويم. نحن اليوم في عندنا انواع جديده من التقويم، التقويم الشفاف ان كان للكبار او لحتى للصغار. خلينا نوضح اكثر عن اليه عمل التقويم. آلية عمل التقويم نحن بتعتمد على العلاقة بين حجم الفك وحجم الأسنان، يعني بيجينا مريض أحيانا حجم فكه مناسب أسنان صغيرة هذا أو مايلة عن بعضها بصير عندنا فراغات بالسن، عدد الأسنان كامل موجود، من هون بنلجأ للمعالجة التقويمية. نعم. بس نعطيها الصف النظامية لحتى نعطي الابتسامة الأساسية. بينما حالات التراكب أحيانا إذا كان تراكب كتير كبير بالفك بنضطر نحن نخسر سن، يعني دراسة الحالة بنقلع سن ضاحك مثلا أو سن تاني، وهون لنعطي مساحة للفك بيكون حجم السنان أكبر من حجم الفك، فبنضطر نفرغ مكان لنعمل ممكن اليوم تقويم. نجاح أي شيء تجميلي بالفم بيعتمد على التقويم، يعني في حالات كتير شفناها تقويمها مو ظابط فكانت النتيجة ما كتير حلوة يعني. واليوم ما بيكون دائما يعني على الدكتور، أحيانا الأشخاص بيقول لك أنا مستعجل يعني برود قد ما بدك وركب، يعني بيكون هون الحق أكيد على المريض، ولكن هون دورك كحكيم اليوم. هلا نحن دور الطبيب هاي الحالة بشرح الحالة المفصلة للمريض وإقناعه بطريقة الأصح للحالة، يعني التقويم أهم، أبدأ من التقويم أبدأ من الزراعة أبدأ من التلبيس أبدأ من التحضير. نعم. فهون حسب درجة وعي المريض أو حسب الزمن اللي مع المريض. أنا بدي مثلا المريض أنا بكرة بدي أسافر بدي أخلص أسناني وأسافر بتصير مثلا دكتور بتصير حالات كتير. فالدكتور بيضطر يمشي مع رغبة المريض. نحاول نحن كأطباء لآخر درجة أنه لا التقويم أبدأ التقويم حفاظا على الأسنان. الأسنان الطبيعية قد ما كان هي أهم من أي شيء راح يكون تركيب أهم من، وبنعطي مجال، يعني أنا بعطيه لما بشتغل بالتقويم برتب الأسنان بعطيه مجال عمر أطول، يعني أنا بجوز بعد مثلا 5 سنين أضطر أعدل بالنخر أضطر أعمل تلبيس، بس أنا بكون كسبت للمريض 5 سنين أسنان طبيعية مأسس شيء طبيعي. صحيح. حتى قديش اليوم فروقات المدة الزمنية؟ أكيد. تماما. المدة الزمنية بالتقويم تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات. الفينير اللومينير التيجان خلال أسبوع أحيانا 10 أيام شهر. هاي اللي بيخلي المريض أنه أنا ما بدي المدة الطويلة، لا خلص بختصر وقت. اختصار. طب دكتور عزيز خلينا نكون واضحين أكثر، اليوم ابتسامة هوليود هي مطلب لكثير من الناس، وقديه يمكن اليوم بيجوا لعندك ناس على العيادة بيقولوا لك أنه أنا بدي مثل هي الصورة مثل هيدول الأسنان مثل هيدا اللون. طيب أنت دورك اليوم كطبيب قد ايه بتنصح انه ممكن هذا النوع ما يناسبه هذا اللون ما يناسب؟ خبرنا اكثر عن هذا الموضوع. تماما. هذا اغلب المرضى دخول على عيادي انا بدي ابتسامه هاي الممثله او هاي المشهوره او هي دائما او صوره معه انا بدي اياها، بيكون جايب اسنان احيانا طوال احيانا اعراض احيانا بيض زياده عن درجه اسنان ما بتناسب البشره. فانا دوري هون اني اشرح له التفاصيل، مثلا شكل الاسنان اذا كان طويل كثير مع وجهك راح يطلع كثير سيء، راح العرض مثلا عرض الاسنان له دور، بياض الاسنان يعني ما فيني انا حدا بشرته غامقه كثير اعطيه ابيض درجه لون راح يكون الفرق كثير مزعج للنظر. فنحن هون دورنا كمان بهي الحالة بنشوف في حالات في عنا على الانترنت حاليا حالات كتير ناجحة وحالات كتير فاشلة، يعني فينا نشوف في الفرق بيناتهم، وهو بيعتمد بس بالأخير الطبيب ما بيصير يمشي بكل شيء مثل ما بده المريض، لأن الغاية مو دائما غاية المريض هي بتكون الصحيحة. دكتور بنشوف بعض الأشخاص صابتهم بعض الحالات خلينا نقول بعد التركيبات بالنطق
خلينا نقول هيك بالعامه يبلشوا ياكلوا بعض الاحرف اللثويه، يعني يمكن هي بدها شويه وقت ليتعود الفم انه في جسم غريب دخل عليه، فبدها القصه شوي ليتعود الجهاز الفموي عليها. شو اهم المشكلات اللي ممكن تصيب الاشخاص اللي عندهم تركيبات، خاصه اللي عندهم هدول الاسنان الطويله؟ يعني مشكله التركيبات، نحن المشكله الاساسيه، انا خلصت مثلا حاله تركيب بيجي بفحص للمريض، ممكن يعاني بالبدايه من موضوع النطق. النطق نحن بحكم احيانا الاسنان اماميه اكثر شيء بتاثر على النطق، حسب التركيب الجديد يوم يومين بتركه لحتى يتعود، ممكن يرجع النطق نظامي، ممكن يرجع يكون في مشكلة بالعلاوة، مشكلة محددة كمان تتعالج ضمن العيادة. المشاكل الثانية مثلا ممكن تعمل مشاكل بالفك، التركيبات الحديثة إذا المريض ما عم يتعود عليها أو في علاوة بالأسنان، فهون المريض إذا ما نشعرن فيها أو ما نحاسس فيها لحتى لبعد مثلا يوم يومين تتعدل. الأكبر مشكلة بتصير مع المريض بعد التركيبات هي المشاكل اللثوية، يعني المريض بيحط التركيبات بيقول أنا خلص أسناني صارت ابتسامة حلوة، ما عاد في داعي لفرش أسناني ولا استخدم المضامد ولا التنظيف. هي أهم الأخطاء اليوم هي تماما أكثر الأخطاء اللي عم نشوفها هيك، يعني بعد يومين بيجينا المريض لسته ملتهبة، أو بعد أسبوع الكلى احتقان دم عم يطلع، يا دكتور أنت ركبت لي عملت لي ليش هيك صار؟ فهون نحن بيجي انه لا، المشكله اللثويه هي اخطر مشكله بنواجهها نحن بكل التركيبات. حتى بالتقويم المشكله اللثويه بتاثر بالزرعات، يعني بالنسبه لنا فيني انا احكي انه بس كانت لسه نظاميه انا فيني اشتغل وانا مغمض مثلا اي حاله بتجي، فلسه هي الاساس، يعني مثل اي حدا بده يعمل البيت بده ياسس له، كان الاساس عاطل كل شيء، كل الشغل التابع له عاطل. هي اساس هي. يعني بالنهاية اساس كل شيء. طيب بالنسبة اليوم اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكري أو الضغط أو حتى المرأة الحامل، بيقدروا اليوم يلجؤوا للعلاجات التجميلية أم لا؟ أنت ممكن تطلب فحوصات معينة قبل ما تقوم بأي إجراء تجميلي؟ بالنسبة للوقت الحالي صار كله يعني كله متاح التجميلي لكل المرضى، مرضى الضغط، مرضى السكري، المرأة الحامل، في لهم أنواع مخدر مخصصة لهم فينا نستخدمها. الناحية التجميلية للكل متاحة، ما في شيء. نحن ممكن أثر موضوع القلع عند مرضى السكري أو عند مرضى القلب، في بروتوكول رح يتبعوه بالأدوية مثلا لحتى نقدر نبالغ لهم بالعلاج. أما العلاجات التجميلية متاحة لكل أنواع المرضى، ومرضى السكري كمان والضغط عندهم مشكلة اللثة، المشكلة هي كمان بتحدد لنا بتوجهنا أنه فينا نعمل تجميل أو لا. مشاكل اللثة دكتور، صرنا ذاكرين كذا مرة اللثة. إيه. شو هي أهم المشاكل اليوم ممكن تمنعك أنك تشتغل؟ شو هي أهم المشاكل اللي ممكن تصيبها بعد التركيب؟ تراجع اللثة الكبير، تراجع باللثة بيصير عندنا نحن بسبب الإهمال الصحة الفموية. هون بعد فترة من تراجع اللثة العظم بيتراجع مع اللثة، عندنا حركة بالأسنان، يعني بيكون المريض أسنانه كلها سليمة، لونه نظامي ما فيه نخور، بس اللثة ملتهبة، هذا صار التهاب نسوج داعمي، صارت الأسنان بتتحرك، يعني المريض قادر وهو قاعد إنه يشيل السن ويسحبه. لهي الدرجة نحن من الموضوع الإهمال اللثة ممكن يؤدي. بتيجي التركيبات ممكن يكون انا اخطاء طبيه، تركيب داخل اللثه كثير، والمريض اذا كان التركيب نظامي 100% المريض واجبه الوحيد هو تفرش الاسنان، مضمضه بعد الاكل، تنظيف اللثه، استخدام الخيوط بين الاسنان، هون قادر يحافظ على اللثه، بس صار ببلش التهاب اللثه بسيط بعد التركيب بيوصل لالتهاب نسوج داعم احيانا. طيب خلينا نحكي عن زراعه الاسنان بين الايجابيات وبين السلبيات، شو بتخبرنا اكثر ومين هن الاشخاص اللي بيقدروا يزرعوا اسنانهم، من هن الاشخاص والاعمار اللي ما بيحق لهم اليوم يلجأوا لهذا العلاج؟ بالنسبه لزراعه الاسنان هذا حديث بطب الأسنان حاليا، زراعة الأسنان بتوفر علينا أهم شيء أنه نختصر خسارة نسج سني، يعني أنا إذا عندي فقد سن واحد أو سنين، فأنا بدل ما أعمل جسر طويل، الجسر بده الفراغ، بدي أعبي الفراغ، وجسر سن خلف الفراغ وسن أمام الفراغ، هون أنا رح أخسر نسج سنية، رح ضعف هدول الدرسين اللي أنا استخدمتهم للجسر، فهون بلجأ للزرعة، الزرعة حل أمثل، خلاص ما كان هذا الدرس أنا بعوض. الاعمار بالنسبه ما في اعمار محدد، يعني طبعا ما لنا ما نحكي بالاطفال، ما نحكي بالبالغين. بالنسبه للاعمار قادرين نعملها للكل. بالنسبه للحاله الفمويه ممكن احيانا يكون عندنا فقر بالعظم او فقد بالعظم، هون نحن فينا نعمل زراعه عظم او تطعيم، شيء اسمه تطعيم عظمي، وبعدين بنعمل الزراعه. بالنسبه للحالات مضاد استطباب لهي مثلا عندنا نحن المدخنين او المهملين للصحه الفمويه، هدول مضاد استطباب نسبي، يعني اذا قدرنا نخلي المريض يلتزم بالنظافه الفمويه قادرين نعمل.
بيعمل الزرع. بالنسبه للاستضبابات مضادات الاستضباب الرئيسي هي السكري او الضغط او مرضى القلب. طيب دكتور، بعد التركيبات ممكن المريض بعيدا عن موضوع الحاله اللثويه والتراجع ممكن يصير عنده النخور، وهون الطبيب بده يروح لاجراء ثاني، يعني هل اليوم بترجع ممكن تضطر انك تكور، ممكن كيف علاج يعني ودائما اللي بيعمل هي التركيب هو بحاجه لقص لثه او لا، او حسب طول الاسنان؟ لا، موضوع قص اللثه بالنسبه لشكل اللثه هو اللي بيحدد. لما بيجي المريض في منهم بتكون لثتهم كثير عاليه، فنحن بنضطر نعمل قص لثه قبل التركيب، وفي منهم بيكون عند لثه كثير قصيره، بنضطر نحن نضيف عد تركيبي لون مماثل للون اللثه مشان يعطينا الابتسامه الطبيعيه. فموضوع اللثه هذا هو. بالنسبه للنخور تحت التركيبات اذا المقصد منها بيكون كمان احيانا بيكون في فراغ بين التركيبه او اللثه، ممكن تصير تمرق اللعاب اي شيء، صرت تعمل نخور تحت الاسنان. هون نحن قدر الامكان بنحاول المعالجه المحافظه لهي الطريقه، انه نسحب التاج سحب بدون كسر، بدون انه ننزعه ابدا، نسحبه بنعالج النخور، بنعالج الحاله. احيانا ممكن يكون خراج عفونه او اي شيء، بنشيل بنعالج بنرجع بنركب التل نفسها وبترجع تركب نظاميه اذا ما اضطرينا مثلا مثل ما حكيت حضرتك تكسير او نشيلها من الاساس. طيب بالختام لنضل محافظين اليوم على صحه وجماليه الاسنان، كل قد ايه وقد ايه نحن لازم نشيك على صحه الاسنان وتحديدا للاطفال؟ نسمع كل 6 اشهر، خبرنا اكثر، شو فيك تعطينا نصائح اكثر دكتور؟ بوجه النصيحه لكل المرضى، لكل الشباب الكبار او اهالينا او اي حدا، الزياره الدوريه على طبيب الاسنان كثير مهمه. يعني كل 3 شهور زياره على طبيب الاسنان، ما راح تاخر اي حدا، والاستشارات مجانيه، يعني ما لها التكاليف او شيء لحتى يقول والله ما بحب. فنحن بيجي استشاره بنوضح له شو عنده ترتيبات، شو بده شغل، ممكن المعالجه المحافظه اللي حكينا عنها هي بس تعليمات العنايه بالصحه الفمويه داخل المنزل، يعني انه انت اهتم هيك بيمشي الحال، ومنوجهه للطرق اذا في طرق علاجيه. فالزياره الدوريه كثير مهمه. بالنسبه للاطفال انا بنصح الاهالي هنن يواجهوا اطفالهم، يعني انا بيجي بيعطي تعليمات للطفل انه فرش اسنانك عمول كذا شيل، ايه تمام، بس انا ما لازم بس اوجه له تعليمات، ما لازم اعطي نظري، انا مثلا فيني طبعا. انا تماما انا بالبيت انا عم فرش اسناني، بابا حبيبي تعال فرش اسناني تشوف هيك بعمل، بعطيه محفز لحتى يستمر بالعنايه بالاسنان. هون انا بسست لاطفالي او اي حدا لاطفال انه صحه فمويه قدر الامكان تكون اذا مش مو ممتازه تكون جيده. نحن دائما بنقول دكتور التشيك والمتابعه عن طبيب الاسنان والفحص الدوري هو يمكن بيخلينا نبعد عن مشاكل فمويه جدا، ولكن نحن بنحب الحالات الاسعافيه، يعني اذا ما رحنا هيك في ورم ما بنروح. تماما دكتور، شكرا لحضورك اليوم لكل المعلومات يلي ذكرتها. الدكتور عزيز جورجوس ابو حامده اخصائي في طب الفم والاسنان وجراحتها، شكرا دكتور. اهلا وسهلا. شكرا لك دكتور لانك صانع الابتسامه واكيد نورت صباحنا لليوم. اهلا وسهلا، نور بوجودكم، يومك ابتسامه حياه هايدي. شكرا لك ولكل حدا مرافقنا.